النهاردة مين اللي قالك على الفيلم وشاركتي فيه ازاي؟ أستاذ محتنس هو اللي رشحني، هو يعتبر ما رشحنيش لحد، رشحني لنفسه. يعني هو يعني شاف أدائي في قمر هادي وعجبه بقى يعني تمثيلي، فهو قرر ان هو يكتب لي فيلم، فهو كتب لي فيلم ريما. بقى تورينا رعب النهارده بقى ايه؟ يعني هو مش رعب قوي، هو تشويق اكتر. يعني كل الناس تقريبا فاكره رعب بس هو مش رعب، يعني هو تشويق اكتر بكتير من رعب. صورتي ده الاول ولا صورتي شراز في ما وراء الطبيعه الاول؟ صورت ده الاول. بقى بعد ما عملتي ما وراء الطبيعه وشراز، الناس قالت لك ايه على دورك؟ الناس قعدت تقول لي مش عارفه انام منك يا شراز ومش عارفه ايه، يعني شراز ما انت بتخوفينا ومش عارفه يعني مش عارفه. حتى الناس في ناس كبار بتخاف مني، وانا يعني حتى الناس الكبار يعني مش عارفه اعمل ايه. هتخوفي الناس هنا ولا لا؟ لا مش هخوف. لا مش هخوف. لا داخله بقى حاجه جايه بعد ريما ولا لا؟ في كلام على حاجتين بس لسه، يعني مش هقدر اقول اي حاجه يعني خالص ولا كلمه. انت احنا عرفنا انت مصريه سوريه، سافرتي سوريا ولا لا؟ لا انا اتولدت هنا وعايشه طول عمري هنا. يعني ماشي، بنتمنى لك كل التوفيق كده ان شاء الله، ونشوفك في اللي جاي باذن الله.